يا بلال أرحنا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني قرة عينه بمعنى أنه إذا كبر فهذه الساعة التي لا تعدلها ساعة، وهي ساعة القيام والوقوف بين يدي الله جل جلاله. ووالله ما من يوم تؤدي فيه الصلاة كما أمرك الله الفرائض فتغيب عليك شمس ذلك اليوم إلا وجدت من الخيرات والبركات والنفحات في نفسك وأهلك ومالك وولدك من حيث لا تحتسب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا جاء يقول الله أكبر استقبل القبلة وقال الله أكبر، دخل في أمر غير الأمر الذي كان فيه. الدنيا كلها أمواله، أولاده، أعداؤه، أصدقاؤه، أحزانه، أفراحه، كلها تذهب عند الله أكبر. كلها تذهب عند الله أكبر.